ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني. مرحبا بك دكتور أيمن، كيف تنظرون في هيئة علماء المسلمين لظاهرة تزايد أحكام الإعدام في العراق في المدة الأخيرة؟ تحية لك أخي وللمشاهدين الكرام. حياك الله. الحقيقة هذه الوتيرة المتزايدة من عمليات الإعدام الجماعية الحاصلة في العراق ما هي إلا مسألة تنصل من المسؤولية وهروب من المسؤولية من قبل الحكومة، والهروب إلى الوراء حقيقة هذه، وبنفس الوقت خلط للأوراق، محاولة لتعميق الانقسامات المجتمعية ونسف السلم الأهلي في العراق من خلال هذه الإجراءات غير القانونية المتبعة في المنظومة القضائية في العراق حاليا. كيف تصنف هيئة علماء المسلمين تلك الأحكام ومن يصدرها وسط هذا الشحن الطائفي الذي يروج له المسؤولون في بغداد؟ أخي الكريم، المعلوم لدى الجميع أنه هذه الإجراءات منذ بداية إلقاء القبض على المحتجزين والمعتقلين هي إجراءات غير قانونية، إجراءات تفتقر إلى الشفافية، إجراءات جائرة، أحكام تصدر من خلال محاكم يعني لا تستغرق سوى دقائق، لا يتمتع المتهمون فيها بحق الدفاع عن النفس، لا يوجد ناهيك عن التعذيب الممنهج وأساليب التعذيب السادية المتبعة لإجبار المتهمين أو المحكومين على الإدلاء بشهادات وإفادات واعترافات زائفة على جرائم لم يرتكبوها أصلا، إما فضلا عن التي تستند إلى بلاغات كاذبة من هذا المخبر أو ذاك، وهذا بشهادة العالم كله. يعني هذا الكلام نحن يعني نؤكد على ما ذهبت إليه المنظمات الحقوقية الأممية والدولية بهذا الشأن، وبالتالي هو التوصيف وأحكام غير مصداقية، أحكام تفتقر إلى الموضوعية، أحكام جائرة، أحكام يذهب ضحيتها هؤلاء المعتقلون بسبب النزعة الطائفية الظاهرة على التصرفات الحكومية والثأرية البحتة التي شهدت بها المنظمات الدولية. ولكن إلى ما ترمي الحكومة بهذه الطرق؟ يعني هل يمكن أن تأتي هذه الوسائل بنتيجة في دولة تريد تخطي أزماتها التي استمرت منذ عام 2003؟ أخي الكريم، الحكومة تسعى إلى تأجيج الطائفية، تسعى إلى بث الكراهية، تسعى إلى حقيقة العمل خارج القانون. هذا كله بالمحصلة لن يؤتي أكله حقيقة، ولا يمكن أن تبنى دولة بهذه الصورة، وبالنتيجة نحن أمام دولة فاشلة، دولة فاسدة، دولة تتعكز على هذه الإجراءات غير القانونية، هذه الإجراءات الانتقامية. فلك أن تتصور حجم الكارثة التي يعيش فيها العراقيون حقيقة، فضلا عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بهذا الشأن وبهذا الصدد. فهذا كله يعني يحسب على الحكومة وليس لها. شكرا جزيلا لك من عمان، نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني.